بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم من الكتاب المسمى ببحر العلوم للفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: الله، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أين الآية؟ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال المؤلف رحمه الله: ثم قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما. والإبداع في اللغة إنشاء شيء لم يسبق إليه على غير مثال ولا مشورة. الإبداع في اللغة أن تأتي بشيء أنت لم تسبق إليه وليس له مثيل من قبل، وأتيت به دون أن يساعدك غيرك، لا برأي ولا بمدد. هذا هو الإبداع، هذا هو الإبداع. وإنما قيل لمن خالف السنة مبتدع، لأنه أتى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا التابعون، لذلك كان مبتدعا. ومعناه هو خالق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أي هو الله خالق السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، يعني إذا أراد أن يخلق خلقا، فإنما يقول له كن فيكون. الأصل أحبابنا كلمة قضى، قال العلماء هي لفظ مشترك، قضى لفظ مشترك يطلق على معان عدة. تطلق كلمة قضى وتكون بمعنى الخلق، بمعنى الخلق. منه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن في يومين. وكذلك قضى تأتي بمعنى الإعلام، تأتي بمعنى الإعلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمنا. وتأتي كلمة قضى أيضا بمعنى أمر، بمعنى الأمر، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك يعني تأتي كلمة قضى بمعنى الإلزام وإمضاء الحكم، ومن ذلك سمي القاضي، أو سمي الحاكم قاضيا، ومن ذلك سمي الحاكم قاضيا. ليه؟ لأنه يلزم الآخرين بقراراته ويمضيها عليهم. نعم، إلى غير ذلك من المعاني. نعم. وكذلك تأتي كلمة قضى بمعنى الإرادة، بمعنى الإرادة. نعم. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا قضى أمرا، يعني إذا أراد الله أمرا شيئا، فإنما يقول له كن فيكون. فإذا هناك معاني عدة، فالفعل قضى هذا لفظ مشترك. هنا فسرها الشيخ، قال: وإذا قضى أمرا، وإذا أراد، فهنا جاءت قضى بمعنى أراد.
قال: ويقال هذه الآية نزلت في شأن وفد نجران، في شأن وفد نجران السيد والعاقب وغيرهما، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هل رأيت خلقا من غير أب؟ فنزلت هذه الآية: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما كان عيسى ابن مريم عليه السلام خلقه من غير أب. فإن قيل قوله كن، قال أول شيء: وكان يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت خلقا من غير أب؟ فنزلت هذه الآية: وإذا قضى، يعني أراد الله أمرا، فإنما يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمرا. فإنما يقول له كن فيكون، كما كان عيسى ابن مريم عليه السلام خلقه الله عز وجل، خلقه من غير أب. انتهى الكلام. الآن الكلام الجديد الآن: فإن قيل قوله تعالى كن، هذا خطاب للموجود أو للمعدوم؟ قوله تعالى كن هذا خطاب للموجود أو للمعدوم؟ فإن قال الخطاب للمعدوم، قيل له: كيف يصح الخطاب لشيء معدوم؟ وكيف يصح الإشارة بقوله كن؟ فإن قال الخطاب للموجود، قيل له: كيف يأمر الشيء الكائن بالكون؟ فيكون هذا من باب تحصيل الحاصل. ما هو الجواب؟ الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالى قبل كونها، يعني قبل خروجها للواقع، قبل خروجها، بروزها من العدم للوجود، هي كانت موجودة في علم الله عز وجل. فكان الخطاب للموجود في علم الله تبارك وتعالى. واضح الكلام صار الآن؟ وجواب آخر أن معناه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني إذا أراد أن يخلق خلقا يخلقه. فهنا معنى كن فيكون بمعنى إذا أراد إيجاد شيء أوجده، والقول فيه على وجه المجاز. لذلك قال العلماء: الباري عز وجل لا يحتاج إلى كلمة كن حتى يكون الحادث والموجود، بل بمجرد ما توجهت إرادته لإيجاد الشيء وجد الشيء، وجد الشيء. ولو وجد في اللغة العربية كلمة أخصر من كلمة كن تؤدي المراد من كلمة كن لأتى بها الباري عز وجل، ولكن ما عندنا غير كلمة كن المؤلفة من حرفين. فهذا دليل على أن المراد من كلمة كن هو البروز والظهور بمجرد إرادة الله عز وجل لهذا الشيء الذي أراد أن يوجده. قرأ ابن عامر: فيكون بالنصب. قرأ ابن عامر: فيكون بالنصب، فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لأن جواب الأمر بالفاء. وقرأ الباقون بالرفع على معنى الاستئناف، يعني فهو يكون. وقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون:
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون أي لا يعلمون توحيد الله تعالى ومعناه. وقال الجهال من الناس وهم الكفار. لولا يكلمنا الله يعني هلا يكلمنا الله لولا يكلمنا يعني هلا أو هلا يكلمنا الله هلا يكلمنا الله أراد أن لولا هنا بمعنى التحضير لذلك فسر كلمة لولا فسرها بقوله هلا فأراد أن لولا هنا بمعنى التحضير وليست دالة على منع الشيء لوجود غيره أن بالأصل لولا أحبابنا هي تدل على وجود الشيء على منع الشيء لوجود لولا زيد لأكرمتك يعني لولا أن زيدا موجودا لأكرمتك فامتنع الإكرام لوجود زيد. قال لا لولا هنا ليست هذه ليست لولا الدالة على منع الشيء لوجود غيره وإنما هنا لولا بمعنى التحضير لذلك قال يعني هل لا يكلمنا الله نعم. فهناك فرق بين لولا الدالة على التحضير أو التي تكون بمعنى الدالة على التحضير وبين لولا التي تدل على منع الشيء لوجود غيره. ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بينهما أن لولا التي بمعنى التحضير لا يليها إلا الفعل. لولا التي هي بمعنى التحضير لا يأتي بعدها إلا الفعل سواء كان هذا الفعل مظهرا أو مقدرا. لولا التي بمعنى التحضير لا يأتي بعدها إلا الفعل سواء كان مظهرا أو كان مقدرا. وأما لولا التي بمعنى التي تدل على منع الشيء لوجود غيره التي للامتناع هذه يليها الابتداء يعني يأتي بعدها المبتدأ. وجرت العادة بأن لولا التي تدل على المنع إذ لما يأتي بعدها المبتدأ أن يحذف خبره. فهمنا أحبابنا؟ إذن هنا فسر لولا بهلا ليبين لنا أن لولا هنا ليست لولا الدالة على المنع وإنما هي لولا الدالة على التحضيض أو الحظ. قال يعني هل لا يكلمنا الله فيخبرنا بأنك رسول الله رسوله أو تأتينا آية بمعنى علامة لنبوتك. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم يعني اليهود لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم يعني في القسوة والكفر ويقال تشابهت كلمتهم كما تشابهت قلوبهم في القسوة والكفر. لذلك أحبابنا القلوب إذا اجتمعت على شيء القلوب عندما تجتمع على شيء تنطلق الألسنة بمعنى واحد بكلمة واحدة فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمات. لذلك ندعو دائما اللهم اجمع قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين لأن إذا ألف الله بين قلوب المسلمين ماذا يحصل؟ يتحد القرار تتحد الكلمة. فإذا اختلفت الكلمة فهنا القلوب اتفقت على الكفر وتشابهت بالقسوة فانطلقت نفس الكلمة من أفواههم. قال الله تعالى قد بينا الآيات يعني في التوراة أي العلامات بينا في التوراة العلامات
أي العلامات، إنك نبي مرسل في الصفة والنعت، ويقال قد بينا العلامات لنبوتك، ويقال لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة وعلامة إلا وقد كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الله فيه ما تفرق في الأنبياء وزاد عليهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني مؤمني أهل التوراة، ويقال من كان له عقل وتمييز، يعني المراد بالموقنين هنا أصحاب العقول الذين يعملون بما تملي عليهم عقولهم فيميزون بين الخير فيتبعونه وبين الشر والباطل فيجتنبونه، هذا الموقن. قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني بالقرآن، إنا أرسلناك بالحق يعني بالقرآن. ويقال بالحق أي لأجل الحق، ويقال أي بالدعوة إلى الحق، ويقال ببيان الحق. إذا معاني متعددة كلها، يعني إذا لاحظنا يعني يكون المؤدى واحدا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ نافع ولا تسأل بنصب التاء، يعني فتح تاء المضارع وجزم اللام، ولا تسأل تكون هنا لا ناهية، والباقون برفع التاء واللام تسأل. فمن قرأ بالرفع فمعناه أنك إذا بلغت الرسالة فإنك قد فعلت ما عليك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم عما فعلوه. لذلك أحبابنا الواجب على الدعاة إلى الله التبليغ، أما بعد ذلك قبول التبليغ وأن يوافقوا على ما بلغوا والعمل بما بلغوا هذا شيء آخر، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال في آية أخرى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن قرأ بالنصب قال ولا تسأل، فهو في معنى النهي، أي لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي عما فعلوا، لا تسأل عنهم، يكون هذا نهيا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الفقيه حدثنا القاضي الخليل بن أحمد قال أخبرنا الدبيري قال أخبرنا أبو عبيد الله قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل بأبوي، يعني كان هو يرجو أن يعلم ماذا فعل بأبيه وأمه. فنزلت هذه الآية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والله تعالى مولانا عندي سؤال. تفضل يا أخي. ما فهمت حديث النبي ليت الشعر بي مفعول بأبوي. قلنا يا أخي، قلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتمنى لو يعلم، لو يوحى إليه، لو يطلع، لو يخبر ماذا جرى لأبيه وأمه بعد وفاتهما. واضح؟ أنا ما فهمت معناه، يعني هذا الشعر هذه كلمة ليت شعري، هذه أحبابنا ما أخي، لما يقال عندك شيء أنت مثلا يعني شيء ترجو حصوله ولكنه بعيد المنال، تقول ليت شعري يكون كذا. واضح؟ جزاكم الله خيرا. نعم.
قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولن، يعني لن ترضى عنك ولا عن أمتك ولا عن أفراد أمتك. يعني لا 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 لا, لا يتصور أن يكون الخطاب فقط للنبي عليه الصلاة والسلام. لن ترضى عنك يا محمد اليهود والنصارى، ويعني سترضى اليهود والنصارى عن أمتك. إن من فهم هذا المعنى فهو غبي، هذا ما يفهم شيء أبدا، هذا يريد أن يحرف القول عن مواضعه. إذن كانت اليهود والنصارى لن ترضى عن أكمل الخلق على الإطلاق، فهل سترضى على من دونه دون أن يتبعوا ملتهم؟ أبدا. يعني يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران حتى تتبع ملتهم، يعني حتى يعني تصلي إلى قبلتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني إن قبلة الله هي الكعبة ولن أتبع سواها. ولئن اتبعت أهواءهم، يعني صليت إلى قبلتهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني بعدما ظهر لك أن القبلة هي الكعبة. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يرجو ويطلب التوجه إلى الكعبة. ما لك من الله من ولي ينفعك ولا نصير، يعني مانع يمنعك. وقيل معناه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تدخل في دينهم. حتى تدخل في دينهم. الملة أحبابنا، الملة هي اسم لما شرعه، الملة هي اسم لما شرعه الله تعالى لعباده في كتبه على ألسنة رسله. الملة هي اسم لما شرعه الله عز وجل لعباده في كتبه على ألسنة رسله. فالملة والشريعة سواء، الملة والشريعة سواء. نعم. أما الملة والدين، هناك فرق بين، لا فرق إذن بين الملة والشريعة، ولكن هناك فرق بين الدين وبين الملة والشريعة. هناك فرق، فرق بعض العلماء بين الدين وبين الملة والشريعة. وسميت الشريعة ملة. لماذا سميت ملة؟ قال: هي من الإملاء، لأن جبرائيل عليه السلام يمليها على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على الأنبياء، والأنبياء بدورهم هم ماذا يفعلون؟ يملون هذه الشريعة على أتباعهم. فإذا سميت الشريعة ملة من الإملاء. إذا القرآن يقول: حتى قال حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تدخل في دينهم. إذا الملة هنا إما بعضهم فسرها بالقبلة وبعضهم فسرها بالدين، وذلك أن الكفار كانوا يطلبون الصلح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنهم يسلمون، فأخبره الله تعالى أنهم لن يرضوا عنه. يعني هو كان يأمل، متوقعا كان يرجو إسلامهم، فجاءه الخبر من الله سبحانه وتعالى أنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع أنت ملتهم، لا هم يتبعون ملتك. فأخبره الله تعالى أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، فنهاه الله عن الركون إلى شيء مما يدعون إليه. فقال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو دين الإسلام. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه أمته. فهذا الخطاب، كثير من الخطابات في القرآن وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد بها أمته، ومنها هذا الخطاب. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه أمته، يعني
لئن اتبعت دينهم بعد ما جاءك من العلم، يعني ما ظهر أن دين الإسلام هو الحق، ولئن اتبعت دينهم بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد ما ظهر أن دين الإسلام هو الحق، ما لك من الله، ما لك من الله أي من عذاب الله، من ولي ينفعك ولا نصير أي مانع يمنعك عنه. الله، ما لك من الله من ولي ولا نصير. قالوا استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية سيدي أبو حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، استدلوا بهذه الآية على أن الكفر ملة واحدة، على أن الكفر ملة واحدة. ليه؟ لأن الله ماذا قال؟ حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، فوحد الملة. نعم. وكذلك بقوله تعالى استدلوا كذلك على أن الكفر ملة واحدة بقوله لكم دينكم ولي دين، ولي دين. فاستدل بهاتين الآيتين على أن الكفر ملة واحدة، وكذلك استدلوا على أن الكفر ملة واحدة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين، أهل ملتين، على أن المراد بهذا الحديث الإسلام والكفر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافرة، لا يرث المسلم الكافرة. إذن استدل بهذه الآية على أن الكفر ملة واحدة. نعم. الله. كان في ذهني أمر، سبحان الله، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. على كل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني مؤمني أهل الكتاب يصفونه في كتبهم حق صفتهم لمن سألهم، من سألهم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام الوصف الكامل. قال مجاهد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه. وقال قتادة ذكر لنا أن ابن مسعود قال والله إن حق تلاوته، حق تلاوة القرآن أو حق تلاوة الكتب، أي كتاب من الكتب السماوية، والله إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأ حق قراءته كما أنزل الله تعالى ولا يحرف عن مواضعه. هذا معنى إيش؟ قراءة القرآن أو تلاوة الكتاب حق تلاوته، ويقال يقرؤونه حق قراءته، ويقال ويقرؤونه حق قراءته. هل هنا الخطاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته؟ ذهب بعض أئمة التفسير، ذهب بعض أئمة التفسير أن المراد أن في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، قالوا المراد بهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المراد هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب على هذا التأويل ماذا يقول؟ القرآن الكريم. أولئك يؤمنون به، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويصدقونه، يعني هذا على القول بأن المراد الحديث عن مؤمني أهل الكتاب
عن مؤمني أهل الكتاب الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام ومن وافقه. أولئك يؤمنون به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقونه. ومن يكفر به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقال بالقرآن ومن يكفر بالقرآن فأولئك هم الخاسرون، وهو كعب بن الأشرف وأصحابه. ويقال نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب وهم 32 رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة وكانوا يتبعون القرآن حق اتباعه. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله ولا هم ينصرون، قال قد ذكرناها من قبل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قرأ ابن عامر أبراهام، وروي عنه أنه قرأ أبراهام، وروي عنه أنه قرأ أبراهام. إذن عن ابن عامر روايتان، أبراهام بألف بعد الهاء، وروي عنه أيضا أنه قرأها بدون ألف أبراهام، وهي لغة بعض العرب. وقرأ غيره إبراهيم في جميع القرآن وهو اسم أعجمي، ولهذا لا ينصرف، لهذا لا ينصرف. هل معنى إبراهيم بالعربية إذا قلنا إبراهيم هو اسم أعجمي معناه بالعربية كما ذكر ابن عطية في تفسيره، قال إبراهيم معناه أب راحم، إبراهيم معناه أب راحم، قال لرحمته بالأطفال. ولذلك جعل إبراهيم عليه السلام هو وزوجته سارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة، يعني يكفرونهم إيش في البرزخ، في البرزخ. نعم، لذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري وهو حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد المسلمين، أولاد الناس. فلذلك إذا إبراهيم إيش معناه في العربية؟ أب راحم، أب راحم. قال روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر الله تعالى إبراهيم بعشر خصال من السنن، خمس في الرأس وخمس في الجسد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الفضل البلخي قال حدثنا أبو بشر محمود بن مهدي قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاه عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عشر مما علمهن وعمل بهن، أيوة تمام، عشر مما يعني من الذي علمهن وعمل بهن أبوكم إبراهيم عليه السلام، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس فالسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء اللحية، وأما التي في الجسد فالختان والاستحداد والاستنجاء ونتف الإبط وقص الأظفار. والحديث في صحيح مسلم عشر من الفطرة، ما هي العشر هذه؟ قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك
واستنشاق الماء وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وقال مصعب أحد رجال الإسناد: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذه عشر نفسها التي ذكرها الشيخ والله تعالى أعلم، عفوا التي ذكرها الشيخ في هذا الحديث، يعني في هذا الحديث. ويقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى اختبر إبراهيم ربه بكلمات، بكلمات جمع كلمة، كلمات جمع كلمة، إيه نعم. وإذ ابتلى إبراهيم عفوا ربه بكلمات، يعني اختبره، إيه نعم. والاختبار من الله تعالى أن يظهر حاله ليستوجب الثواب أو العقاب، يعني أن أقول اختبره الله، معنى اختبره أنه أظهر حاله، لا بمعنى أنه كان خافيا عليه فأراد أن يعلم، لا، فالاختبار هنا بمعنى الإظهار، أظهر حاله ليستوجب الثواب أو العقاب، لأن الله تبارك وتعالى لا يعطي الثواب والعقاب ما لم يظهر منه ما يستوجب به الثواب أو العقاب بما يعلم، كما علم من إبليس الكفر، فلما علم من إبليس الكفر ما أدخله، لم يقل له اخرج منها مذءوما مدحورا عليك لعنت إلى يوم الدين، ما قال له هكذا ابتداء، بل ابتلاه فظهر منه ما يستوجب الطرد واللعنة. وكذلك ابتلى إبراهيم عليه السلام بالكلمات، هنا الكلمات إنعام، يعني عبر الباري عز وجل بالكلمة عن الوظائف الشرعية، عبر بالكلمات عن الوظائف الشرعية التي كلف الله بها إبراهيم عليه السلام، إيه نعم. ولما كان هذا التكليف بالكلام، سميت هذه التكليفات وهذه الشرائع سميت كلها كلمات، كما سمى الله عز وجل أو كما سمي عيسى عليه السلام، سمي كلمة الله. ليه؟ قال: لأنه صدر عن كلمتي، عن كلمة واحدة وهي كن. وتسمية الشيء بمقدمته قالوا هذا من المجاز. إذن المراد هنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، المراد هنا بالكلمات ماذا أحبابنا؟ الوظائف الشرعية التي كلف الله بها إبراهيم عليه السلام. لماذا سماها كلمات؟ لأن التكليف بها كان عن طريق الكلام. إذن كما علم من إبليس الكفر ولم يلعنه بما لم يختبره وأظهر منه ما ولم يلعنه بما لم يختبره وأظهر منه ما يستوجب به اللعنة والعقوبة. وقوله عز وجل هل هنا: ولم يلعنه بما لم يختبره وأظهر منه ما يستوجب به اللعنة والعقوبة، يعني المعنى واضح. وقوله عز وجل: فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني من فعل أتمهن؟ إبراهيم، أنه قال يعني عمل بهن، فأتم إبراهيم الكلمات حيث عمل بهن. ويقال: كان إبراهيم أفضل الناس في زمانه وأكرم على الله تعالى، فابتلاه الله عز وجل بخصال لم يبتل بذلك غيره، فكان من الابتلاء أن أمه ولدته في غار، ومن الابتلاء حيث نظر إلى الكوكب فقال هذا ربي،
وروي عن الحسن أنه قال: الابتلاء كان ثلاثة أشياء بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. أوله الابتلاء بالكوكب والقمر والشمس، والثاني بالنار حيث قذفه النمرود في النار، والثالث بأمر سارة. ويقال: كل من كان أكرم على الله كان ابتلاؤه أشد، لكي يتبين فضله ويستوجب الثواب. كما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني، الذهب والفضة يختبران بالنار، والمؤمن يختبر بالبلايا. يا رب سلم سلم. فأتمهن يعني عمل بهن، ويقال فأتمهن فوفى بهن. فلما وفى الأمر جعله الله تعالى إماما للناس ليقتدى به. وهذه قاعدة أحبابنا، الإمامة لا ينالها إلا من عمل بعلمه، فمن عمل بعلمه فقد وفى بما ابتلاه الله به. من عمل بعلمه، أن كل واحد منا أحبابنا مبتلى. أنا عندما أتعلم بعض الأحكام الشرعية، أحكام الله، أحكام الحلال والحرام، أنا الآن مبتلى بالعمل، مختبر، هل أعمل بما علمت أو أتخذ هذا العلم للتصدير والوجاهة بين الناس؟ فإن عملت بهذا العلم، فقد وفيت بتلك الكلمات، فيكتب الله لي الإمامة بين الناس. الإمامة يعني أكون قدوة للناس، بأن يصير الناس يقولون: فلان فعل كذا وأنا سأكون مثله، فلان قال وأنا أقول بقوله، فلان أشار وأنا أقبل إشارته، فلان قرر وأنا مع قراره. يصبح إماما بعد أن وفى وعمل بعلمه، فينال درجة الإمامة. لذلك قال: لا ينال عهدي الظالمين. وهل هناك ظلم أعظم من أن تعلم الناس الخير وتكون أبعد الناس عن الخير؟ وهل أعظم من أنواع الظلم، وهل هناك ظلم أشد وأعظم من أن تحذر الناس من المعصية وتكون أنت أقرب الناس إليها؟ هذا أعظم أنواع الظلم، حيث أنت تبعد نفسك عن رحمة الله وتدنيها من غضبه، وتبعد الناس عن غضب الله وتدنيهم من رحمته. قالوا في هذا دليل أن الإنسان لا يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس. فلما جعله الله تعالى إماما، لما جعل الله إبراهيم عليه السلام إماما، قال له: إني جاعلك للناس إماما. والإمام الذي يؤتم به. فأعجبه ذلك، سر إبراهيم بأن جعله الله إماما، يعني يقتدي الناس به، يصبح قدوة خير. وتمنى أن يكون لذريته مثل ذلك، أراد أن تكون كذلك ذريته، تنال هذه الإمامة. قال: ومن ذريتي، يعني اجعلهم أئمة يقتدى بهم. طبعا المراد بالذرية هنا كما قال العلماء أحبابنا، المراد بالذرية هنا أبناؤه خاصة، الأبناء خاصة. نعم، وقد تطلق الذرية على الآباء، كما تطلق على الأبناء، كما في قوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، يعني آباءهم. إذن المراد هنا بالذرية ومن ذرية الأبناء خاصة،
يعني أبناء إبراهيم أحب أن تكون كذلك الإمامة في أبنائه خاصة. إيه نعم. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول لأن الذرية كما تطلق على الأبناء تطلق كذلك على الآباء، تطلق على الآباء، يعني اجعلهم أئمة يقتدى بهم. قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يعني الكافرين، يعني لا يصلح أن يكون الكافر إماما للناس، ويقال لا تصيب رحمة الكافرين. فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذريته كفار لما قال لا ينال عهد الظالمين. علم إبراهيم عليه السلام أن من ذريته من أبنائه من سيحيد عن الطريق، من سينحرف عن جادة الصواب، من سيميل ميل الشيطان، علم ذلك وأخبره أنه، فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذريته كفار. انظر، يعني أنت تأمل الآن طريقة الإخبار بالإشارة وليس بالتصريح، وإنما هو بالتلميح، وكأن الباري والله تعالى أعلم، كأن الباري يعلمنا إذا ما أردت أن تنقل خبر سوء لزيد من الناس انقله بالتلميح والإشارة لا بالتصريح والعبارة، فيكون ذلك ألطف وقعا في نفسه. انظر أدب القرآن ما أجمله، لا ينال عهد الظالم. ففهم إبراهيم عليه السلام أن من ذريته من يكون ظالما، وأخبره أنه لا ينال مثل ما عهده إليه من كان كافرا. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي بسكون الياء، والباقون بنصب الياء، عهدية لا ينال عهدي الظالمين، وهما لغتان ومعناهما واحد. الله مدد يا رب. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول وضعنا البيت، وإذ جعلنا وضعنا يعني الكعبة مثابة. إيش يعني مثابة أحبابنا؟ تقول ثاب يثوب مثابا ومثابة. نعم. فالمثابة مصدر، فالمثابة مصدر. نعم. مصدر هنا مصدر وصف به، ويراد بالمصدر هنا بالمثابة هنا الموضع الذي يثاب إليه، يعني يرجع إليه، يراد به الموضع الذي يثاب إليه. قال يعني الكعبة معادا لهم يعودون إليه مرة بعد مرة. وقال قتادة وإذ جعلنا البيت مثابة مجمعا للناس يثوبون إليه من كل جهة وفي كل سنة فلا يقضون منها وطرا حاجة، بل كلما ذهبوا إلى مكة وطافوا حول البيت ازدادوا شوقا وتعلقا به، فما إن يغادروها إلى بلادهم حتى تحن قلوبهم إليها فيطلبون العودة إليها مرات ومرات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني جعلناه أمنا لمن التجأ إليه، يعني من وجب عليه القصاص. وهذا مذهب سيد أبي حنيفة رحمه الله أنه من وجب عليه القصاص فإذا التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد في الحرم ولا يفعل معه شيء، ولكن يضيق عليه، يمنع من البيع، لا يباع شيئا ولا يسقى ماء، وإذا مرض لا يعالج، يضيق عليه حتى يضطر للخروج من الحرم فيلقى القبض عليه فيقام عليه الحد. أما في الحرم ما أحد يضربه ولا أحد يعتقله ولا أحد يصيح في وجهه، اتركوه، ولكن لا تبيعوا منه شيئا ولا تشتروا منه، ضيقوا عليه حتى يضطر للخروج. ولهذا قال لو أن رجلا وجب عليه القصاص فدخل من الذي قال؟ أئمتنا الأحناف. فدخل الحرم لا يقتص منه في الحرم،
وهكذا روي عن ابن عمر أنه قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته. إيش يعني ما هيجته؟ ما اقتربت منه ولا أرعبته ولا أخفته ولا هددته أبدا، هو آمن بتأمين من الله تبارك وتعالى، يعني ما أزعجته، ولكن يمنع منه المنافع حتى يضجر فيخرج فيقتص منه. ويقال آمنا لغير الممتحنين، آمنا لغير الممتحنين يعني لغير المكلفين، ومن دخله كان آمنا، المراد هنا بمن دخله فكان آمنا غير المكلفين. من هم؟ الصيود. الصيود إذا دخل الغزال الحرام هذا غير مكلف فهذا آمن. قال وهي الصيود إذا دخلت الحرم صارت آمنة. ويقال آمنا من الجذام، آمنا من الجذام. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من مقام، المقام في اللغة، المقام في اللغة موضع القدمين، المقام في اللغة موضع القدمين. اي نعم الله. المقام من قام يقوم، قام يقوم مقاما. اي نعم. وتقول أقام مقامة، فعندما نقول نأتي بالفعل أقام بالهمزة، إيه نعم، يكون المصدر مقام، أقام مقاما، أقام مقاما، أقام اللهم صل على سيدنا رسول الله. فإذا قلنا قام يقوم مقاما، وأقام أقام مقامة، أقمت زيدا مقام عمرو، قام زيد مقام عمرو. واضح الكلام أحبابنا؟ والمقام هنا هو موضع القدمين، موضع، لما قلنا مثلا قلنا أقام زيد مقام عمرو يعني وقف مكانه، أقمت زيدا مقام يعني جعلت زيدا في موضع عمرو، وهكذا. قال قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ نافع وابن عامر واتخذوا، فعل ماضي، اتخذوا بنصب الخاء على وجه الخبر، اتخذوا معناه جعل، معناه جعلناه مثابة فاتخذوه مصلى. وقرأ الباقون بكسر الخاء على معنى الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم. قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلي، وفي نسخة الديلمي، نسخة الديلمي عندكم أنتم، في نسخة الديلمي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يوم الفتح، فلما فرغ من طوافه أتى المقام فقال هذا مقام أبينا إبراهيم الخليل، فقال عمر أفلا تتخذه مصلى يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويقال المسجد الحرام كله مقام إبراهيم، المسجد الحرام كله مقام إبراهيم. هكذا روي عن مجاهد وعطاء، هكذا روي عن مجاهد وعطاء. الله. ويقال المسجد الحرام كله مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إيش يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
هلا مصلى نفهم منها لأول أمر، مصلى يعني موضع نؤدي فيه الصلاة، يصلى عنده، يصلى عنده. وبهذا قال جماعة من المفسرين. وبعضهم قال، وهو إمام مجاهد، قال مصلى يعني مكان يدعى فيه، مدعى يدعى فيه، مكانا مكانا للدعاء. وبعضهم قال مصلى قبلة يقف الإمام عندها، مصلى قبلة يقف الإمام عندها. إذن هذه أقوال في بيان المصلى، والشيخ يعني تركت لم يتعرض لها لوضوح المعنى من كلمة مصلى، يعني الموضع الذي يصلى فيه، وكأنه يختار هذا المعنى، والله تعالى أعلم. قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وعهدنا أي أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، يعني مسجدي، من الأوثان، ويقال من جميع النجاسات، من جميع النجاسات. لما قال الله تعالى أن طهرا بيتي، قال تعالى أن طهرا بيتي، هل نحن مأمورون فقط بتطهير المسجد الحرام فقط؟ قال لا. لما قال الباري تبارك وتعالى مخاطبا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي، قال العلماء دخل في قوله تعالى أن طهرا بيتي، دخل فيه بالمعنى جميع بيوت الله عز وجل، فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خص الله عز وجل الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك في تلك الساعة، لم يكن في تلك الساعة غيرها، غير الكعبة. أو إنما خصها بالذكر لكونها أعظم حرمة من غيرها، والله تعالى أعلم. ثم قال للطائفين أن طهرا بيتي، للطائفين أي طهر المسجد من الأوثان والنجاسات، لأجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت وهم الغرباء، والعاكفين وهم أهل الحرم المقيمون بمكة، من مكة وغيرهم، سواء كانوا مكيين أو كانوا آفاقيين، والركع السجود يعني أهل الصلاة من كل وجه من الآفاق. قرأ نافع وعاصم في رواية حفص طاهرا بيتي بنصب الياء، وقرأ الباقون بسكون الياء. أين؟ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين، قلنا المراد بالبيت هنا إيش؟ الكعبة. لذلك استدل بهذه الآية إمامنا أبو حنيفة رحمه الله، وإمام الشافعي أيضا رحمه الله، وجماعة من السلف استدلوا بهذه الآية على جواز صلاة الفرض والنفل داخل الكعبة، داخل الكعبة. وثبت هذا في صحيح البخاري، ثبت هذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة، دخلوا جميعا الكعبة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا، يقول عبد الله بن عمر، فلما فتحوا كنت أول من ولج، أول من دخل الكعبة. قال فقلت لبلال، سألت بلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أين؟ قال بين العمودين، بين العمودين اليمانيين. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه. إنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نقف هنا أحبابنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.